يختم يبسم على ختام مثالي يليق باسمه، يليق بكل ما قدمه للمنتخب الوطني للجزائر. هذه طريقة احتفال لاعبي المنتخب الوطني بوداعي حليش، هذا الرجل، أقول الرجل وليس اللاعب، الذي قدم كل شيء للمنتخب، ليس العرق ولكن الدماء أيضا. نذكر ملحمة أم درمان عندما لعب مصابا على مستوى الرأس، شد عضلي، مغص معوي، الكثير من الأمور لم تمنحه من أداء مباراة كبيرة هناك في مصر. والآن رياض محرز، غموز رياض محرز بالمجسم، بالمجسم يحتفل بهذه الطريقة رفقة الأنصار. رد فعل من الأنصار. الآن سنصمت لتتكلم السور. قبل سنة من الآن المنتخب الوطني عاد بتعادل مثير من غامبيا، سنة بالتحديد، سنة ويوم. المنتخب الوطني كان يعاني مع المنتخبات مع صغار القوم في القارة. اليوم المنتخب الوطني هو بطل إفريقيا، هو الرقم واحد إفريقيا. الآن محرز قائد المنتخب الوطني، النجم الأول للمنتخب الوطني، النجم الأول في إفريقيا، يحمل المجسم ليحتفل رفقة الزملاء، رفقة القائد حليش في يوم، في ليلة وداعه، رفقة 50,000 متفرج الذين توفدوا على مدرجات الملعب الجوهرة 5 جويلية. فقط الحلم والعمل، نحلم ونعمل من أجل الوصول إلى أهدافنا. إنما نحن صنع أفكارنا، هكذا يقول العرب، وهكذا ما آمن به جمال بالماضي وأشباله. صنعوا، وضعوا فكرة ومشروعا صلب الأعين قبل بداية الكان في مختلف وسائل الإعلام. قال سنذهب إلى مصر من أجل التتويج. الرجال وفوا بوعودهم، توجوا بالنجمة الثانية بعد 20 سنة، وأين؟ في مصر، في أرض الكنانة، في أرض كرة القدم، هناك زعيم القارة. المنتخب الوطني توج وعاد بالمجسم الذي نشاهده أمامكم. الصورة، صورة حليش، هذا البورتري، الصورة المقربة لحليش بالدماء، بالدماء التي بذلها في تلك المباراة، في تلك الحادثة هناك عند أشقائنا. نعم، بذلوا الدماء، والفرح اليوم متاح للجميع دون استثناء، دون إقصاء، للذين توفدوا على مدرجات ملعب 5 جويلية، أو للذين يتابعوننا على قنوات التلفزيون الجزائري متواصلون دائما معكم. الفرح سوف لن يبرح قلوب الجزائريين، ونتمنى ذلك طويلا طويلا، وما أجود وما أحوجنا إلى الفرح نحن كجزائريين في هذه الأيام. A la cantina, ven mi gambolo.